مرت سنة وما تزال صالات السينما مقفلة في فرنسا بسبب فيروس كورونا، لكن المبادرات لإعادة فتحها لم تتوقف، إذ رحبت سينما لوليكسي بزائري صالات العرض في لقاء يختبر إعادة عرض بعض الأفلام ويعبر عن المطالبة بعودة الحياة الثقافية والفنية إلى طبيعتها. لقد مرت سنة على إقفال قاعات العرض، وبالتالي فاليوم رمزي للغاية. لقد قررنا أن نجعله حدثا للذكرى، لأننا نعتقد أن إغلاق دور السينما هو أمر محزن للغاية. هذا اللقاء جمع بين 32 قاعة سينما لبى المشرفون عليها دعوة الجمعية الفرنسية للتوزيع الحر للأفلام، وذلك للمطالبة بإعادة فتح أبوابها أمام الزائرين. من جهة أخرى تم توزيع تذاكر مجانية على الوافدين لمشاهدة بعض الأفلام السينمائية في محاولة لإعادة إحياء التواصل مع شاشة السينما وأجوائها. أعتقد أن الجماهير في حاجة إلى الثقافة وإلى مشاهدة الأفلام، وصانع الأفلام من دون شك في حاجة إلى عرض أعمالهم. يجب أن نفكر وأن نغذي أرواحنا عبر السينما. أنا جد متحمسة بوجودي في قاعة السينما، كنت أنتظر هذه اللحظة منذ وقت طويل. المطالب بإعادة فتح المرافق الثقافية في فرنسا تحظى بزخم في البلاد، فبعد أن تمت إعادة فتح صالات السينما والمسارح في يونيو الماضي أعيد إغلاقها بحلول شهر أكتوبر عندما أعلنت فرنسا دخول البلاد في حجر صحي جديد. ولم يمنع الإغلاق الجزئي ارتفاع متوسط العدد اليومي للإصابات بشكل مضطرد خلال الأسابيع الأخيرة.